اهلا بيكم في حلقه جديده من تكنو هاب. الحقيقه انا متحمس جدا لحلقه النهارده. حلقه النهارده مش مجرد حلقه باكيت كابتشر اناليسيز عاديه. في حلقه النهارده هيكون معانا تحدي جديد من سايبر ديفندرز. التحدي اسمه هاني بوت. من اسمه واضح اننا كاعضاء في فريق الاستجابه هنشتغل على تحليل الترافيك بتاع هاني بوت. الاول عشان لو محدش عارف ايه هو الهاني بوت، الهاني بوت عبارة عن جهاز بيتحط في الشبكة مصمم بحيث ان يكون عليه مجموعة من الخدمات والثغرات كتير بشكل يغري المخترق انه يخترق الجهاز ده عشان يطلع على بيانات ومعلومات كتير. اللي بيحصل ان المخترق بيستهلك وقت في محاولات اختراق الهاني بوت، وده بيدي فرصة كويسة لفريق السكيورتي في الشركة انهم يدرسوا الهجمات اللي بيستعملها المخترق ضد الهاني بوت بتاعهم عشان يبقوا جاهزين بالدفاعات المناسبة ضد الهجمات دي. الهاني بوتس بتختلف في انواعها حسب طبيعة استخدامها، يعني مثلا ممكن تتصنف على حسب التصميم بتاعها وعدد الخدمات او الثغرات المتاحة فيها، وبتتنوع من كثيفة الخدمات ومتوسطة الخدمات لقليلة الخدمات، او على حسب طريقة تواجدها في الشبكة. في عندنا هاني بوتس بتمثل خدمات حقيقية في شبكة المؤسسة، أو الهاني بوتس بتاعة مراكز الأبحاث اللي هدفها إنها تجمع في العموم معلومات عن الطرق الحديثة اللي بيستخدمها المخترقون. كمان عندنا شكل أو نوع تالت من الهاني بوتس اللي هو بيكون متخصص في خدمة معينة، زي الميل مثلا عشان يجذب المخترقين اللي بيبعتوا سبام ميل ورسائل مرتبطة بالميل، أو قواعد البيانات، أو أنواع تانية ممكن بتمثل إنها مصابة بفيروس أو ثغرات محددة. كفاية كلام نظري ويلا بينا نشوف هاني بوت بتاعة سايبر ديفندرز هنتعامل معها إزاي وهنتعلم فيها إيه. طيب احنا هنبتدي دلوقتي مع الهاني بوت كيس بتاعة سايبر ديفندرز. أول حاجة خالص تعالوا ندوّلود الفايل ونشوف عندنا فيه إيه. المفروض الفايل بروتكتد باسورد اكسبكت هير باسورد. اوكي جميل جدا، عندنا بيك اب فايل وهنعمل له اناليسز لان ده ترافيك كابتشر بتاع الهاني بوت، وتعالى نشوف الاسئله اللي عنده ايه وهتعمل معاها ازاي. اول حاجه خالص نقرا الكيس. الكيس بتقول ان ده بيك اب اناليسز طالع من هاني بوت ترافيك، وعاطي نوت كده ان الاي بي ادرس بتاع الفيكتور متغير عشان نخفي الايدنتي بتاعته. و as a SOC analyst the artifacts and answer and analyze the artifacts and answer the questions. اوكي عايزين نعمل analysis للادله اللي معانا ونحل الاسئله، وهو عطينا شويه تولز ممكن نستخدمها، هنشوف هنستخدم منها ايه. طيب اوكي يلا بينا. اول حاجه خالص عايز ايه ال what is the attacker IP address. طيب تعالى statistics end points، انا عندي 2 end point. طيب end points انا عندي واحد اي بي هو 98، ده external اي بي ادرس وده internal اي بي ادرس، يبقى هيبقى ده الاتاكر اي بي ادرس. اوكي تعالى 9 8 114 205 102 9 8 114 205 102. اوكي تمام دي اول واحدة كده. قال لك التارجت اي بي ادرس، هو الاي بي ادرس التاني ممكن يجيبه من باكيت كابتشر بقى. اهو كده وهات الحتة دي كوبي فاليو وافتح نوت باد بسرعة كده. ده الديستنيشن اي بي ادرس اهو،
تارجت اي بي ادرس ماشي. قال لك بقى بروفايد ذا كانتري كود اوف ذا اتاكر. طيب عايز الكانتري كود بتاع الاتاكر. تعالى عندنا تولز كتيرة جدا ممكن نعمل بيها ريفرس اي بي ادرس. ماشي ده ما جابش المعلومات اللي احنا عايزينها. طب نشوف غيره مش مشكلة خالص. ممكن نقول حاجة أحسن. أنا عايز نحدد شوية ال السيرش بتاعنا اي بي ادريس لوك اب. وعايز الكانتري مكتوبه ازاي؟ عايز كانتري كود. اوكي يو اس يونايتد ستيتس. طيب how many TCP sessions are present in the capture traffic؟ تاني فين endpoints؟ طيب عندنا 9 TCP sessions اهو. تسعة TCP sessions ماشي. ليه مش 9؟ أقول لك حاجة تانية، تعال نجرب حاجة تانية. تعال نجرب نقول له فولو تي سي بي ستريم كده. زيرو ون تو دول خمسة بس. اوكي يبقى 5 تي سي بي سيشنز. اوكي How long did it take؟ تعال نشوف التايم بتاع آخر واحدة كان فين. التايم ستامب بتاعنا فين آخر حاجة؟ لاست كابتشر واخد 16 ثانية. يبقى احنا 16 ثانية. اوكي بعد كده بروفايد ده CVE number of the exploited vulnerability. طيب جميل جدا. ابتدى كده الكلام هو بيتكلم على vulnerability في 2003. طيب فين الترافيك تاني؟ وريني. عايزين بقى نتفرج على الترافيك. احنا كل ده كنا بنعمل الحاجات البسيطة خالص اللي هو ايه يعني بنعرف التفاصيل بتاع الترافيك. تعال يعني نخش جوه الترافيك بقى ويخليه اسكي عشان نعرف نعرف. وهاتها من أول زيرو زيرو فاضية. اس ام بي و ال ام بروتوكول. نتورك بروجرام لاند مانجر ويندوز فور ويندوز ورك ستيشن. طب انت كده شغال انت ال ام و اس ام بي. اوكي جميل جدا. طيب هو هنا هيبعت شيل كود اهو ماشي. ايكو اوبن لوكال هيفتح لوكال بورت ويفتح وان يوزر جيت اس ام اس اي اكس اي. اوكي ايكو كويت و اف تي بي يكونكت ويحط دايم. دخل اف تي بي اهو وعمل ريتريف للفايل من الماشين. وادي الفايل اللي داونلودد اللي رفعه الماشين يعني. طيب
دي السيجنتشر بتاعت الاكسكيوتابل فايلز، الماجيك بايت بتاع الاي اكس اي فايلز. طيب تعال نبص على الترافيك تاني كده من اوله. دي سي بي ترافيك نيجوشيتنج بروتوكول ريكوست، ان تي ال ام. اوكي طيب تي اس رول ابجريد داون ليفل سيرفيس. اوكي ريكوست. طب هنا دي الفرنربيلتي اللي هو استغلها، دي القصة دي فيها فرنربيلتي. فاحنا لو جينا هنا وقلت له كوبي الفاليو، اوكي فيلد نيم، ديسكريبشن. جميل جدا، انا عايز دي كده و كوبي ونسيرش عليها. جاب سي بي اي اهو في ان في دي ناشونال فولنربيلتي داتابيز بتاعت نست، والسي في اي نمبر 2003 زي ما هو قايل. طب جميل جدا، كوبي. يبقى دي الفولنربيلتي بتاعتها، ودي فولنربيلتي ليها علاقه بالاكتيف دايركتري عشان يعرف يباي باس بعد كده الشيل كود بتاعه. What protocol was used to carry the carry over the exploit؟ الاكسبلويت اتنقلت على FTP. احنا شفنا ان هو سوري لا مش FTP، انا اسف دي كانت SMP. هو استخدم بعد كده الاف تي بي، بس هو اوريدي اصلا ابتدى بالاس ام بي بروتوكول. وبعد كده الاتاكر عشان يداونلود بقى الاديشنال مليشيس كود استخدم الاف تي بي. لو جينا بصينا تاني كده هنلاقي ان كان عندنا باكت 3 تقريبا، اهو استخدم الاف تي بي بروتوكول عشان يحط الفارنبل سوفت وير بتاعه. اسم الداونلودد مالوير كان اللي هو اس ام اس اهو. ماشي، واز اتاكر سيرفر ووز ليسننج، البورت بتاع الليسنر كان كام؟ 384. اوكي وين ووز ذا انفولفد مالوير فيرست سبميتد تو فيروس توتال؟ طب احنا عشان نشوف المالوير ده اتحط في سايت فيروس توتال امتى، احنا محتاجين ان احنا نداونلود الفايل. تعالى اهو الفايل اهو، هداونلود رو تاني سيف از. احنا موجودين فين؟ اوكي نسميه ده، هنسميه مثلا ايه سيف. مش ترمينال مفتوحة، اوكي هو شايفه ويندوز اكسكيوتابل اهو. لو قلت له ام دي 5 سم انا ممكن ارفعه على فيروس توتال.
وممكن اجرب ان انا اشوف اكلكيوت ال ND5 بتاعته واعملها تشيك في فيروس توتال. هنجرب الطريقتين. ممكن تعالى كده ممكن اسيرش الهاش فاليو اهو. هو شاف اهو، والمفروض فين فيرست سبميتد بقى، كل الاخبار عنه الاول. ماشي ديتيلز different hashes و first submitted في 2007 27/6/2007. ممكن نعمل بقى الطريقة التانية، ان انا اجيب الفايل، والله انا عايز ابلود فايل، choose file malware اهو، اقدر برضو يديتكته. ماشي، وهو هو نفس الفايل. جميل جميل، ادي طريقة تانية. خلينا نشوف عندنا ايه تاني. ماشي، what is the key used to encode the shell code؟ طيب جمال، كلام جميل قوي كده، ابتدينا نتكلم في الجد. القصة هنا ان اليوزر رفع شيل كود وعايزين نعمل له داونلود، او عايزين نشوف هو انكودد بايه. فعشان نشوف هو انكودد بايه، احنا محتاجين نعرف الشيل كود ده كان موجود في انهي ستريم. خلينا نبص على الترافيك كله من اوله واحدة واحدة كده، عشان نعرف هو كان بيعمل ايه الاتاكر، وهو بيبرفورم الاتاك بتاعه من غير حاجة خالص. بص، من غير حاجة خالص. طيب ادي بداية الترافيك، الجزء ده اللي كان فيه نيجوشيشن في الأول، ابتدى يعمل داون جريد عشان يعرف يبعت الشيل كود بتاعه. فيبقى الشيل كود المفروض ان هو في الحتة دي. هو هنا حط عمل الداون جريد عشان يبتدي يبعت الشيل كود، المفروض ان هو في الحته دي. تعالى نبص تاني على الترافيك. هنا موجود الشيل كود اللي هو بعته. اوكي، فاحنا عايزين نداونلود الشيل كود ده. هقول له تاني رو وسيف از، ممكن نسميه شيل، وعايزين نعمل له اناليسز. بس الاناليسز المرة دي مش هنعمله بالويندوز، هنعمل الاناليسز ده هنستخدم فيه ال سوري مش هنعمله بالكالي، هنستخدم فيه ويندوز اناليسيس. فمعانا ماشين ويندوز 10 عليها تول اللي هي اس سي ديبج، هنستخدم ده تو ريفرس انجينير الشيل كود بتاع الاتاكر. عايزين ننقله بس على ماشين ويندوز كده، ننقله للماشين ويندوز عشان نعرف نستخدمه بسهولة. عندنا اهو، ممكن ناخده نحطه في الفولدر بتاعنا. اوكي، نعمل ايه بقى عشان نبتدي نعمل اناليسز للفايل ده، ونشوف الاناليسز هيودينا للمعلومات اللي هو عايزها عن الشيل كود. أول حاجة ممكن ندراج الفايل كده،
مش جاي بدراج اند دروب. اوكي احنا عشان نبتدي بقى نعمل له الاناليسيس بتاعه محتاجين ان احنا عايزين نشوف فايند اس سي وانليمتد ستيبس والستارت اوفست بتاعنا هيكون موجود عند ال 12 اي، ونبتدي نلانش الشيل كود ده سيميوليشن للشيل كود سيميوليتور ليه. هيبتدي اهو عايز يبتدي من انهي واحدة؟ جيت بروسيس. طب تعال نشوف، نبتدي من اول زيرو كده. ما عطناش حاجة لسه مفيدة. طيب تعال نسيميليت تاني، ممكن ناخد ده بقى خلاص. تعال نبتدي بواحد. جميل، ده اعطانا الجامب اهو والاكسكيوشن. طيب الكود اللي اتعمل بيه انكودنج 99، سوري انا عايز ده 0x99 اتعمل بيه اكس اور، والبورت نمبر، بورت نمبر المفروض يكون كلير تكست. وين البايند؟ البايند اهو ماشي، بورت نمبر 1957. سبعة وخمسين آخر حاجة خالص. قال لك الشيل كود استخدم تكنيك معين to determine the location in memory what is the OS file being queried during this process. ده ممكن نلاقي المعلومة دي موجودة في فيروس توتال، بيقول ان هو بيتعامل مع انهي سيستم فايلز. اوكي فايل تايب، ده فايل تايب، لا هيستوري نيم. دي كل الأسامي اللي ظهر بيها المالوير. طيب عايزين بيهيفير، هي بيهيفير اللي حبيت لنا الكلام ده. اوكي ده كل الكلام مع ريجستري لسه. بس ماشي احنا بندور على ايه بالظبط؟ احنا بندور على دي ال ال فايل. احنا ممكن تو انهانس البروسيس شوية. هي الوحيدة ال 32 كيرن، 32 دي ال ال دي كانت في ران تايم موديولز. هي محتاجة، ما كناش وصلنا للران تايم موديول اساسا، لو كنا صبرنا شوية كنا لقيناها. اوكي ذاتس ات. تشالنج لطيفة، ما هيش كبيرة قوي، ما خدتش وقت كتير، بس كان فيها نوليدج قد تكون جديدة عند بعضنا. كان فيها القصة بتاعت يعني ايه هاني بوت، وازاي
استخدام الهاني بوت وبنستخدمها ازاي وليه بنستخدمها، زائد كمان الموضوع بتاع الريفرس انجينيرنج كان جديد حتى بالنسبه لي، يعني انا مش انتو ريفرس انجينيرنج قوي، بس القصه بتاعت الريفرس انجينيرنج والهاني بوت ممكن ما تكونش كل الناس بتاع الاي ار عندهم النولج او عندهم براكتس بتاعت الريفرس انجينيرنج. الناس بتوع الانستنت ريسبونس او بتوع الاستجابه للطوارئ بعضهم هيكونوا اوريدي عندهم المهارات بتاعت البروجرامنج والهندسه العكسيه، وبعضهم هيبقوا شغالين فورنزكس او بعضهم شغالين نتورك على حسب التخصص. بس كانت نولج جديده بالنسبه لنا واستفدنا منها. نلتقي مع حاجه جديده مع تكنو هب، واشوفكم مره تانية مع نولج جديده نتعلمها مع بعض.